استاذ علاء، ده يعني وجهة نظر التجار اللي هي يعني بيعتبروا اخر الحلقة قبل ما يوصل للمستهلك. حضرتك كرئيس مجلس تصديري المواد الغذائية سابقا وكمصنع، بيبقى في فرق كبير ما بين الاسعار في المصنع والسعر في عند التاجر في الاخر، عند المحل في الاخر. زي مثلا لما بتشتري من الغيط وتروح تشتري من عند الخضري او الفكهاني، السلسله الطويله دي بتاثر تاثير كبير في السعر. هل النهارده موضوع التكلفه ده فقط على موضوع العمله، ولا كمان عندنا السلسله كلها لازم يحصل فيها تقليل او ترشيد لغايه لما يوصل للمستهلك؟ عظيم. العملة هي جزء مهم، ولكن هو مش كل حاجة، وعمرها ما كانت كل حاجة، لأن مش كل المنتجات مستوردة أو حتى مكوناتها مستوردة. في مكونات مستوردة بسيطة في كل سلعة، إنما هذا لا يعني أن المكون كله أو السلعة كلها مستوردة. ده بالنسبة للصناعة. فخلينا نفرق بين حاجتين، بين الزراعة واللي هي المنتجات الزراعية اللي بتتباع في صورتها العادية، هي زي خام سايب غير مغلف وغير معبأ، تتكلم كوسة، طماطم، يعني حاجات خضار بتاعنا والحاجات دي كلها، أو السلع اللي هي مصنعة ومعبأة في تعبئة خاصة. طبعا في فرق بين الاتنين جامد جدا. التحكم في سعر السلعة المصنعة أنا بقول لحضرتك بيتحكم فيها بعض عوامل، إنما ممكن إنك تعمل كنترول عليها. المشكلة زي. طب خلينا ناخد اللي هو ايه المصنعه، نبدا بالمصنعه. المصنعه بالتاكيد العرض والطلب هنا زي الثانيه بالظبط، زي الخام او الفريش بيلعب دور فيها العرض والطلب. في الصناعات انا عايز ابيع، انا عندي مصنع، المصنع ده بينتج هنفترض 1000 وحده او 100000 وحده، عايز ابيعهم. انا مش هقدر ابيع ال 100000 وحده دول لو انا اسعاري مرتفعه، اذا لابد اكون متعقل جدا في وضع السعر، وكلنا بندرس الاسعار بتاعه السوق وتكلفتنا معاه. انا لو كانت حتى سعر السوق 10 وانا تكلفتي، انا بضرب مثل 5، هقول انا هبيع ب6 مش هبيع ب8، علشان المستهلك يجي لي ويشتري السلعه بتاعتي. هيهمني جدا ان انا ادور المصنع بطاقته. ايوه بس ده حضرتك بتقول هتبيع ب6 كمصنع، ما انت ما بتبيعش للمستهلك مباشرة. لا، انا ببيع المصنع للتاجر. للتاجر، وانا صح؟ عارف، انا حاسب حضرتك، بيبقى المصنع حاسب التاجر هيبيع السلعة بكام. انا لازم احسب سعر المستهلك كام اللي يستوعبه السوق، والمنافسة في السوق شكلها ايه. وبعمل حسابي. يعني التاجر مش بمزاجه كده يرفع السعر. لا. يعني انا النهاردة لو مشتري من حضرتك ب10 جنيه ما ينفعش ان انا ابيع باكتر من 11 جنيه ونص مثلا، عشان يبقى 15%. في مارجن معين، يعني في نسبة معينة المصنع بيحددها للتجار. ومتعارف عليها، يعني التاجر نفسه في عرف في السوق، بعض السلع نسبة الربح فيها بتبقى 4 إلى 5%، اللي هي السلع السريعة زي الرز، زي السكر، زي هذه السلع. يبقى التاجر عارف ان ربحه قليل، بس السحب عليها كتير، السحب عليها جامد جدا. فده بيعوضه، وكمياتها كبيرة. بعض السلع أخرى تلاقي نسبة الربح فيها من 10 إلى 15%.